وأخذوا يحاولون الإجابة إلى ما شاء الله. ولكن هل الصحابة لما سمعوا هذه الصيغة ناقشوا هذه المناقشة؟ والله ما سمعنا أحد ناقش، قولوا فقالوا وانتهينا. والذي قالها سيد الخلق وسكت طويلة، ونجزم بأنه كما قال تعالى وما ينطق عن الهوى وحي يوحى إليه، إذن لا حاجة إلى النقاش. ولكن من باب ما قيل قالها اللهم صل على محمد صلاة مستقلة لا علاقة لها بإبراهيم ولا إسماعيل، بعدين جاء وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، يبقى تشبيه منصب على إيه؟ آل محمد كما صلى على إبراهيم. وهذه فيها بعض ما يقول فيها تكلف، ولكن عايزين يخرجوا من هذه الورطة، هم اللي دخلوا نفسهم فيها، من قالكم ناقشوا؟ وبعد ما يقول لا السياق صحيح، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. من هم آل إبراهيم؟ قالوا جميع الرسل من ذرية إبراهيم، فتكون الصلاة على محمد ومن ضمنهم إيه؟ محمد. ما هو قال جده إبراهيم؟ ما هو ولد إسماعيل؟ وإسماعيل ولد إبراهيم، يبقى محمد من آل إبراهيم وآل يعقوب كلهم من آل إبراهيم، فتكون الصلاة على محمد وآله كالصلاة على إبراهيم وعلى جميع الأنبياء من ذريته ومنهم محمد. يبقى سير الصلاة أكثر على مين؟ على محمد. ها؟ محمد. على محمد. يبقى ما في هناك إيش مناقشة، ولعل هذا يكفينا من كتر النقاش بهذه المسألة. في العالمين إنك حميد مجيد، هذه جاءت بعض الروايات فيها. نعم. والسلام كما علمتم، والسلام كما علمتم أو كما علمتم، لأن السلام تقدم، كانوا يقولون قبل أن تفرد التحيات السلام على الله، السلام على النبي، على جبريل، على ميكائيل، على فلان، فقال لا 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 تقول السلام على الله، ولكن قولوا السلام عليك، كما تقدم في إيش؟ في الدروس الماضية. والله سبحانه وتعالى أعلم.